على كل حال المزيد من التفاصيل عبر سكايب من لندن سيد كايد عمر المحلل السياسي. سيد كايد أرحب بك معنا في هذه الحلقة. مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام. مساء النور، ويبدو أن الفترة الانتقالية شارفت على الانتهاء لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيد كايد. نعم، تبقى الآن 34 يوم للمفاوضات وانتهاء المفاوضات وخروج بريطانيا بشكل تام، والمهلة المتاحة للمفاوضات ما بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي أشرفت على الانتهاء فعلا. وطبعا هذه الجولة من المفاوضات ستكون حاسمة، إما أن يكون هناك اتفاقية تجارة ما بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وإما أن تخرج بريطانيا بدون اتفاقية تجارية. هل في كل الأحوال سيتم خروجها بعد يعني 34 يوما تقريبا سيد كايد، سواء تم التوصل في هذه الجولة إلى اتفاق أو خرجت بدون اتفاق؟ نعم، هذا ما سيحدث، والآن الحديث يدور كيف ستكون العلاقة ما بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، لأن بريطانيا لقد خرجت فعلا من الاتحاد الأوروبي في شهر 1 من هذا العام. وطبعا الآن الحديث يدور كيف ستكون العلاقة التجارية ما بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. هل هي ستكون علاقة ما بين يعني على مثيلة أستراليا والاتحاد الأوروبي، وهو حسب نظام التجارة العالمية ودفع الضرائب والى اخره، وهل ستكون على شاكلة العلاقة ما بين كندا والاتحاد الأوروبي او ما بين النرويج والاتحاد الأوروبي الى اخره من السيناريوهات؟ ما الذي منع خلال العامين الماضيين ان يكون هناك اتفاق مع اصرار بريطانيا للخروج سيد كايد؟ يعني الحديث الآن يدور حول كيفية يعني تخفيف يعني التأثير الذي سيحدث على الاقتصاد البريطاني بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من النظام التجارة مع الاتحاد الأوروبي، وكيف سيكون هذا الاتفاق مفيد لبريطانيا وللاتحاد الأوروبي. وهناك عقبات كثيرة، وهناك دعوات أيضا بأن يتم التفاوض على مستوى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيس الاتحاد الأوروبي، والآن المفاوضات هي أقل في المستوى. وطبعا هناك يعني عقبات كثيرة وصعوبات، وهناك تخوف بما أن بوريس جونسون كان في الأصل من المؤيدين للخروج بدون اتفاقية، بأن المماطلة والصعوبات قد تكون جزء من يعني سياسة داخلية غير يعني معلنة. نعم، طيب سيد كايد، السؤال الآن يعني كون أننا في هذه المرحلة الفارقة سواء كان في مصير بريطانيا أو حتى الاتحاد الأوروبي، أتحدث هنا معك عن الاتحاد الأوروبي تحديدا، ماذا إن تم الخروج بدون اتفاق؟ كيف سيؤثر ذلك سلبا على الجانب الأوروبي أو الاتحاد الأوروبي تحديدا؟ يعني بالتأكيد الاتحاد الأوروبي سيخسر الكثير، وطبعا هناك الطائرات الأوروبية التي تريد أن تأتي إلى بريطانيا، وهناك أيضا الأوروبيين الذين يصطادون السمك في المياه الإقليمية البريطانية. نعم. وطبعا يعني بريطانيا يعني لا تريد أن يكون ذلك على حساب اقتصادها يعني، وأن تخسر الكثير من ذلك. طبعا الأوروبيين يريدون أن يأتوا بالشاحنات إلى بريطانيا وأن يتاجرون في بريطانيا، وأن تستمر العلاقة التجارية يعني ما بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. الأوروبيين يريدون أن يصدرون بضاعتهم إلى بريطانيا، وأن يستوردون بضاعة من بريطانيا. صحيح. أن يبيعون سيارات لبريطانيا، وأن يشترون من بريطانيا يعني سيارات أيضا. طيب بعيدا عن ذلك سيد كايد، ربما خلال العامين الماضيين لم يكن البعض يتوقع أو لم يكن في الحسبان ما يتعلق بهذه الأزمة المستجدة، أزمة فيروس كورونا التي يعني ربما أتت بشكل مفاجئ على العالم أجمع. خروج بريطانيا في هذا الوقت الذي ربما يصنفه البعض بأنه وقت حساس للغاية فيما يتعلق بالاقتصاد بشكل عام، سواء كان الاقتصاد البريطاني أو الاتحاد الأوروبي، كيف ذلك يزيد من سلبية خروج بريطانيا إن كان هناك سلبيات بالنسبة لبريطانيا من خروجها للاتحاد الأوروبي؟
يعني أزمة جائحة الكورونا يعني ضغطت على اقتصاد بريطانيا وضغطت على اقتصاد أوروبا أيضا، وهناك يعني أعباء كبيرة تتحملها الحكومة الآن من دفع رواتب للموظفين، وعجلة الاقتصاد غير يعني لا تسير بسرعة المطلوبة، وهناك أيضا ديون تزداد، وهناك أيضا مشاكل كثيرة مرتبطة في هذا الجانب. ومن الجانب الآخر بأن بريطانيا دفعت للاتحاد الأوروبي مبالغ طائلة مقابل الخروج من المنظومة الأوروبية، وطبعا يعني ذلك سيؤثر أيضا على قدرة بريطانيا الاقتصادية، ولكن بريطانيا تفضل الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاقية إذا أو يعني أن تحصل على اتفاقية نعم تجارية سيئة ولا تستفيد منها. صحيح. طيب طبعا أنا بشكرك شكرا جزيلا، كنت ضيفي عبر سكايب من لندن سيد كايد عمر المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل.